هاي هاي وقف شوف فيه روحت علينا الحلقة شو بك عم تحضر لولاد مسلسل هندي؟ وشو فيها بيتسلوا ممنوع يحضروا هندي أشرف هي آخر مرة أوكي؟ لا هندي ولا تركي بكرة بيتأثر الأولاد بهالمسلسلات؟ لا لا خلص ممنوع يعني ممنوع ما بدي أشوفكم عم تحضروا هندي أوكي؟ أوكي شو هالشغلة هاي؟ عشان بكرهها ما بحبها ما بتحبيني؟ أكيد ما بحبك أنا راني حلا شو يعني يا مليكة؟ يعني أميرة وهلأ بهار اتنيناتكن هالفكرة رح قلك حقيقة رح تنصدمي منه حقيقة؟ حقيقة شو؟ أنا خايك نص ابن عمك خيي مش ابن عمي؟ نعم مثل ما سمعتي انت غوفندا تطلع خيي؟ نعم انا غوفندا خيك مستحيل مستحيل تستحي خيك يكون راعي بقر؟ اكيد انا راني حلا اكيد بستحي هو بعد في حقيقة رح تصدمك أكتر شو بعد في حقيقة؟ حقيقة شو؟ أنا بكون أمك وأمي نعم أمكن بكون يا حلا رونا مات انا ما قادرة اصدق انه انت امي انا ما قادرة اصدق انت ماما للاسف نعم انا امكم
ولك شوفي ها خالو عاملين مثل الهنود. عاملين مثل الهنود. الله لا يوفقك يا أشرف، قلت لك ما تحضرون مسلسلات هندية. خبرتينا من قبل انه انت امنا عشان احميكم من جيتر اشرف. ها من جيتر اشرف؟ من جيتر اشرف. طب ماما ليه اشرف بده يأذينا؟ عشان هو جيتر كبير. ها صدمت باشرف. ميريفاي انا كتير بحبك. وانا كمان ماما. أنا بدي أخلص من جيتر أشرف. روكو أشرف واحد كندي ما فيك ليه؟ بلا بقدر عليه. كيف يعني؟ أنا مخبي حقيقة تاني عليكم. ها؟ ها؟ حقيقة تانية؟ إيه حقيقة تانية خطيرة كتير. ها؟ خطيرة كتير؟ اسمع مني هالبات كتير منيح. عم نسمعك قول. ماما انا مني راعي بقر، انا مظلم. ها مجرم؟ نعم مظلم. اشرف ما رح يقدر لي، انا رح احميكم. نعم مثل ما سمعته. بس انا خايفان عليك يا ماما. لا ما تخافي علي، ابنك بطل. خيي انت موكي، هيدا واحد شرير. لا ما بيقدر لي، انا اقوى منه. مين عم يجيب سيرتي؟ ربابي. انا عم بحكي عنك، ما بخاف منك. عم تتحديني؟ ما بنصحك. ها؟ بعتبر هيدا تهديد منك؟ نعم هيدا تهديد. انت ليه مستقوي علي؟ لانه في حقيقة مخبيها عنك. ها؟ حقيقة؟ حقيقة سوء؟ انا بكون خيك يلي ضيعته امك. ها؟ ها انا كذبت عليكم، انا مني امكم. ها مش امنا؟ نعم هيدي منها امكم، هيدي وحدي نصابة تدعي انها ام العالم وبتفوت بتسرقهن. لا ما تقول هيك. نعم انا هيك، ويلي ما عجبه فل من البيت. انت مس اما، بس انا حبيتك مثل الماما. حرام عليك، نحن صدقناك وحبيناك، شو عملتي فينا؟ انا عملت هيك عشان في سر كبير مخبيته عليكم. سو سر؟ ايه سر خبيته طول عمري. طول عمرك؟ ليش انت قديه عمرك؟ شو بدك بعمري؟ انت لازم تسألني عن السر اللي انا مخبيته. اهم اهم؟ هل قد خطير؟ اكيد اهم، انت بتكون يا اشرف ابني. ابنك؟ ماما شو عم تحكي؟ ايه انا امك، وانت طالع مثل مجرم. ها
ماما ليه تركتيني أنا وصغير؟ ليه عملتي فيي هيك؟ سامحني يا ماما، عملت هيك عشان أحميك. صدقونا شي انن اغبيه وهلا البيت صار لقلنا